تتصاعد كمائن العبوات الناسفة شمال الضفة الغربية بشكل لافت بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من بدائية تصنيع العبوات المستخدمة، إلا أنها باتت تشكل مصدر قلق لجيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، إذ باتت العبوات تستهدف آليات الاحتلال مع كل عملية اقتحام لمخيمات الشمال. من أبرز تلك المخيمات مخيم جنين في محافظة جنين، ومخيمات طول كرم ونور شمس في محافظة طول كرم، ومخيم بلاطة في محافظة نابلس. وهي المخيمات التي يستهدفها الاحتلال أسبوعيا بعمليات اقتحام عسكرية واسعة وتدمير ممنهج للبنى التحتية فيها كعقاب جماعي للسكان. مجموعات المقاومة في هذه المخيمات، وبالرغم من صعوبة الحصول على مواد التصنيع واقتصارها على مواد بدائية خطرة، إلا أنها تستمر في تصنيعها رغم الخسائر التي تحدث في صفوفها إثر الانفجارات الداخلية. فإن آثار تلك العبوات في شوارع شمال الضفة الغربية واضحة مع شروق شمس الصباح وانسحاب آليات الاحتلال من المخيم.